اسعار الذهب، انا امنت خلاص النهارده الذهب ارتفع لتاني يوم على التوالي. بقول لحضراتكم امنت خلاص ليه؟ لانه لما كنا دايما نتكلم عن فكره الذهب ويتقال لنا من خلال ضيوفنا اللي موجودين معانا اصل ده جزء من الحرب التجاريه ما بين الصين وامريكا، الواحد كان يبقى فاهم ويبدا يقتنع وبعدين يقول ازاي يعني. اول امبارح كان للرئيس الامريكي دونالد ترامب تصريح بيقول ايه؟ الاتفاق مع الصين لسه عليه فتره، يبدو ان احنا مش واصلين لاتفاق ينهي الاجراءات التصعيديه على المستوى الاقتصادي ما بين الصين وما بين امريكا. فاول ما يقول كده الرئيس الامريكي امبارح والنهارده يبدا الذهب في مصر يغلى تاني. استاذ وصفي امين رئيس شعبه الذهب في اتحاد الغرف التجاريه، برحب بحضرتك معانا. اهلا يا فندم، مساء الخير. بقى في ترابط دلوقتي في التصريحات بره يحصل عندنا كده؟ شوف حضرتك، هو احنا ماشيين بالتوازي ما بين أسعار الذهب في البورصات العالمية وأسعاره داخل السوق المصري مقوم بالدولار المعادل. تمام. والفترة اللي فاتت من خلال يعني المباحثات اللي بتتم بين أكبر اثنين اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الأول الأمريكي والثاني الصيني، على اتفاقية التجارة بينهم، الكلام ده بيشهد شد وجذب، ومع شديد الأسف أو قد تكون مقصودة، الكلام متضارب مع بعضه ما بين ساعة والتانية. أي. فبعد ما كان الدنيا هجيت وقالوا خلاص الاتفاق ووفود راحت ووفود جه ومكالمات تليفونية وبتاع، فوجئنا بتصريح من الرئيس ترامب بأن احتمال المسألة تتعطل مستمرة لسه شوية، يؤجل توقيعها ل 2020 بعد ما تحصل الانتخابات في أمريكا ويجدد له مرتين. طب الكلام ده كله ابتدى يعمل مع الارتفاع، أنا بتكلم على المستوى المحلي هنا، حضرتك قلت إنه إحنا عندنا المستوى المحلي والعملة الأجنبية واللي بيحصل على مستوى الدولي اللي كنت بتكلم فيه. لأي درجة العرض والطلب لأي درجة العرض والطلب على الذهب اتأثر في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي؟ هو ما فيش عرض وطلب، لأن برضه السوق المصري بيشهد حالة من الهدوء يمكن ممتدة من 2011 للآن. من 2011 ازاي يا فندم؟ من 2011 هدوء؟ ايوه. تقدر تستمر في الهدوء الفترة دي كلها؟ عشان كده في محلات غيرت انشطتها لحاجات تانية بعيدة عن تجارة الذهب. طيب وانت يعني كانوا دايما يقولوا لنا انه تجارة الذهب بيبقى فيها مواسم. فيها ايه يا فندم؟ مواسم على مستوى الناس اللي بيشتروا ذهب. ده زمان لما كان بقى بيزرعوا القطن وبيحصدوه ويعني هو في مواسم فعلا، مواسم الجواز دلوقتي. وهي تجارة الذهب أصبحت مرتبطة زي ما بنقولها بيننا وبين بعضينا بالمضطر. المضطر اللي هو الشخص اللي قاطب وعايز ينزل يشتري شبكة. طب وعادة الناس بتعمل الحكاية دي ما بين آخر السنة وأولها، كل سنة وحضرتك طيب. لا ما في فترات الأعياد يمكن، إنما كانت الكريسماس وأول السنة والكلام ده كان بتبقى تبادل هدايا. النهارده ما عادش حد بيتأثرش. وما تأثرش يعني اللي بيعمل كده ما يأثرش. كميات صغيرة، وحتى احنا نفسنا في الشبكات والكلام ده ما أصبحتش بالأوزان بتاعت الفترات السابقة. أي. نظرا لارتفاع قيمة جرام الذهب. الناس بتتفق على قيمة ثابتة 20,000 30,000، كانوا زمان يجيبوا، مش زمان يعني بعيد. من 3-4 سنين كانوا يجيبوا 60 جرام 70 جرام، النهارده ال 20,000 ما يجيبوش 22 جرام. بمناسبة الفلوس، هو من امبارح النهارده زاد 3 جنيه. صح ولا أنا غلطان؟ زاد أكتر، الصبح زاد حوالي 8-9 جنيه، ولكن على بعض الظهر ابتدى ينخفض تاني. وده برضه راجع يعني بس اخر اليوم وصل انه الزياده بقت 3 جنيه بس يعني على هو بالظبط. لان هو متذبذب في النهار الواحد يمكن حوالي 6-7 مرات ارتفاع وهبوط.
احنا نفضل متوقعين الحكايه دي مستمره معانا شويه؟ يعني فكره احنا قبل كده حضرتك كنت تقول لنا دايما ايه، توقعوا ارتفاع مستمر. بالظبط. لغايه دلوقتي المبدا ده شغال، المبدا ده صالح، توقعوا استمرار في الارتفاع. هو على المدى الطويل في ارتفاعات. لان برضه زي ما بقول لسعادتك احنا النهارده بنتكلم الوقيه ب 1400، يعني في المتوسط 65. الدهب في يوم من الايام سجل 1958، ودايما النقطه اللي بيحققها وينخفض عنها على المدار ما يكسرهاش تاني. ما يكسرهاش. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. استاذ وصي امين، رئيس شعبه الدهب في اتحاد الغرف التجاريه، شكرا جزيلا.